المرة الجاية تشتركين معانا إن شاء الله. إذا اشتركتي معانا مرة ثانية إن شاء الله تجيب المركز الثاني. الثاني؟ ليش مو الأول؟ لأن أنا الأول. لا أنا. أنا أنا الأول. أنا. لا أنا. أنا أنا. والله أنا راح تشوفون. نطلع أنا. نطلع. أوكي راح تشوفون من راح يطلع الأول. إيه بس فكر راحوا وأشوف الحمد لله. وراحوا الله ياخذهم إن شاء الله. هو منو هذيلة؟ بنات حماي وأمهم. وش تبين فيهم؟ أنا ما بي فيهم شيء أصلاً، أنا ما بي أشوفهم. لوّعوا كبدي الله يلوّع كبدهم إن شاء الله. على بنا أبوهم توفى وطيحنا بريلي كراف. تعال ودنا، تعال خذنا سيارة، ما أدري جراج، ما أدري منو طاحت. لا ومن قبل ما أبوهم يتوفى وهم كذي مصلحتيين مشغلين ريلي عندهم صبي. زين اشمعنا ريلي؟ وين أمامهم؟ برافو عليك، اشمعنا ريلي؟ لأن حبيبتي ريلي طيب طيب ومعطيهم وي، علشان كذا مستغلينه لأنهم مصلحتيين. صح. السالفة مو هني. هل وين؟ السالفة هذيل الشايبهم هني هيو بنات هالسحيلات العوانس، اش دلاهم على هالمجمع؟ هذيل البسطة وتخب عليهم. يا معودة فكينا منهم، امشي امشي خلينا نروح نتمشى. امشي امشي لا صادق. يلا يلا امشي امشي. يوسف تخيل اليوم قالوا اسمي حتى ما كنت متوقعة. لا لا أنا كنت متوقع. لأن المدرب مالك قال لي إن رفيجاتك والإدارة مسوي لك مفاجأة. شنو صار فيك؟ ويهي قام يقط ألوان، أقول لك كنت مصدمة. حسافة ما كنت موجود، كان صورتك وضحكت عليك. معلش ويوسف أنت قاعد تمدي أختك عادي يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا. إن شاء الله متجمعين. أي ما تخيلي، بعد تدرين ما قدرت أشارك المسابقة عشان ريولي. بعد عمري الإدارة رفيجاتي طاحت 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 شنو يسوون؟ طايمة. اللي سمعت يقول معطيني تشيك ب 5000 دينار. شنو هاللويا هذه كلها؟ يما هذا يعني بيش تفتخرين فيني؟ انت الحين على بالك اللي مسويته هذا انجاز حبيبتي؟ انا ما اقول غير مالت على حظي بس انا. حنان ايش هالحكي يبا؟ يبا بدل ما تقولين جزاهم الله خير، كثر الله خيرهم، تذكروا بنتي، اعطوها شهاده، اصلا كافي وهي قايمه تاخذ الشهاده كل الناس قاعد يصفقون لها، وهذا بالنسبه لي انجاز. اي اي قص عليهم قص عليهم. سمعوا كلام ابوكم، الفلوس مو زينه. الفلوس ما تسوي ولا شيء، الشهايد هذه اللي تجيبونها هي اللي تسوي لكم كل شيء. انتوا راح تسمعون كلامي لما ييكم اليوم اللي الاقساط فيه تكسر ظهوركم كسر. انا ليش قاعده معاكم؟ ان قعدت معاكم اكثر من كذي بنفجر. يبا انا كنت ابي امي تفتخر فيني، تشاركني لحظه الفرح. ما علي يبا ما علي، ما لك شغل بحكي امك. يبا أنا فخور وايد باللي قاعد تسوينه. بعدين ما عليه ما عليه. باكر أنتي إن شاء الله تاخذين الجوائز وتجيبين البطولات. صدقيني كل كلام أمك هذا راح يتغير. أتمنى أتمنى إن إيه هذا اليوم يصير كل هذا اللي قلته. أتمنى إن أمي تقعد بين الجمهور وتقول هذه بنتي غالية. تشجعني قدام الكل، تدعمني حتى لو كنت الأخيرة بس بنظرها إن أنا الأولى. أتمنى يعني تدعمني.